طبعا هذا من اهم الاسباب اللي يعني ادى الى النتيجه اللي وصلنا لها. يعني هذا موضوع النزوح ادى الى يعني نمو سكاني بالمدن يعني غير طبيعي وغير النمو المخطط له. يعني ومثل ما يعني خلينا نقول الحكومه وضعت له خطط، لكن الحلول اذا نريد نتحدث عنها بشكل مهني وحقيقي، وبالاخص احنا في ظل المبادره التي اطلقها السيد رئيس الوزراء العراقي المحترم، هي مبادره داري اللي احنا بدنا نعمل بكل جد على انجاح هذه المبادره، وهيئنا كل المتطلبات اللي وجهتنا بها وزاره الاسكان والبلديات والاشغال العامه من يعني اجراءات من يعني كوادر فنيه واجراءات. طبعا اكو موضوع اساسي ومهم وما اعرف يعني الكل غافله عنه، هو التصاميم الاساسيه للمدن. طبعا احنا عندنا التصاميم الاساسيه للمدن اللي هي دستور المدن في موضوع التوسع الحضري والسكاني، هذا ما يلاقي اهتمام وبي يعني فد اهمال كبير، مع العلم هو هذا الاساس اللي احنا نعتمده كقوانين لتوفير السكن المطلوب. نعم. موضوع التصميم الأساسي، إحنا جميع المدن عندنا تصاميمها الأساسية مستنفذة وما بها أراضي سكنية حاليا ضمن التصاميم الأساسية إلا القليل جدا، لأنه يعني كانت هناك وجبات سابقة استنفذت ينراد لها تحديث. التحديث يخضع إلى قوانين وإنراد تكاليف مادية.